عمري 20 من سكنة بغداد طالبة. طبعاً أول شيء إنه حب الوطني ووطنيتي اللي خلتني إنه أشارك بهيك مظاهرات اللي طالع بيها، إنه كل أبناء وطني طالع بيها ومشاركة بيها، فأني حالي من حالهم طلعت وشاركت. دوري أنا كطالبة اللي قدمته، أول شيء إنه سويت إنه كمسعفة اشتغلت هنا، وهمينة تبرعت، وهمينة إنه ساعدت بالتنظيف بحملات التنظيف اللي صارت، وساعدت همينة بحملات الرسم اللي صارت هنا بالنفق وبغير أماكن. وحتى لو يعني هدد بس أنا ما اهتميت، يعني إنه دا أشوف العالم شلون دا تجي وشلون إنه هي من دفعة إنه بس تريد تغير، فأني همينة يعني إنه اللي راح يصير عليهم راح يصير علي أني، هم مو أحسن مني بشيء، إنه حتى أنا أخاف على روحي وما أخاف على العالم. عندنا جروب مفرزة، وعندي يعني صديقاتي همينة نلتم نسوي حملات تنظيف. مطالبنا يعني حتى نغير هذا الوضع، يعني نغير من وضع البلد، نغير الحكومة، إنه يصير العراق يعني للأحسن يصير. أنت اليوم محتاجة تطلعين؟ أنا طبعاً محتاجة أطلع، أنا كطالبة إنه أريد أضمن مستقبلي، إنه أنا بعدين إيش راح أحصل، يعني إنه إذا تخرجت بعدين إيش راح أصير. أنا طلعت حتى إنه أقدم شيء الوطني، إنه حتى في شيء أفتخر بي بعدين، إنه أحكي للأطفالي أو أحكي إنه لل انه انا ايش سويت، انه انا ايش قدمت للوطن، انه هذا فشي كلش افتخر بيه. طافوني انه انا مدى ابطل من الروحه يعني. فبعدين وياي هم اصلا ساعدوني، هم اللي يوصلوني، هم اللي يجون ياخذوني، وهم يعني ساندوني يعني ويا نظفنا، صبغنا، رسمنا على الحيطان، وهي هاي الغايه والفكره منها، انه احنا نشوف الحكومه انه احنا جايين دا ننظف، جايين دا نعمر، ما جايين دا نخرب، ما تسوي اعمال شغب، انه نحسن همينا يعني من منظر الشوارع اللي من 2003 انه مهمله وما حدا يهتم بيها، واحنا اللي اهتمينا بيها، احنا الشباب الطالعين.